القلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسلام، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون، مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين أصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أصبحنا على فدرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح ونكسن جمعة ونكسن ملك استأندون كجوجنو وحن الله سبحانه وتعالى كبرينا إن الله سبحانه وتعالى جمعة هن جمعي سكلا الله سبحانه وتعالى عافي ما تقبله قرسيو قف كستو الدعوانا يمراد له إن الله سبحانه وتعالى مراد كيس أفضل ذي. أحبابي موقال كان وحر بس أجيدا مساجد أكو جراوة من الصبح ويه ما شاء الله صلاة صبح أو جماعة قفك وكنت كذا فضل جدا ربي لنا إذا لو ذاك أنت سأوصل دعائي أو مقال كان أو ضوئي صلاة الفجر نبي جو حكوت المام عليه الصلاة والسلام قفك جماعة كنت كذا فكأنما قام الليل كله قفك بمعنى وحكت لمن كلجنت هاي أما أجري حسنات وهلية أصله هبينه من تاجني هبينه من أدو تاجني أجر كذا قال هليس سبحان الله عجيب وصلاة الفجر الجماعة كسوت كتوه سيدا كلا صلاة الفجر قف كهدو الجماعة كسوت كذو النبي وحير عليه الصلاة والسلام وعكسو جنية هذي ماذا الله سبحانه وتعالى مجن الله كسو جنية الله سبحانه وتعالى كحفظنا يو ما أنت صلاة الله سبحانه وتعالى كإلالنا يو عجيب ما شاء الله سيدا كلا قف كي صلاة الصبح كسوت كذا الجماعة وحكبت بادية منافق نموكبت بادية النبي عليه الصلاة والسلام أفقل الصلوات على المنافقين صلاةها أقولس بضن إن عبهين أقولس منافقين وصلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة الصبح صلاة العشاء النبي حوري لو يعلمون ما فيهما لبدا الصلاة وحا كجرها دي أغان لهايين لأتوهما ولو حبوا قرقورد بيكو إيمان لهايين معنى وحا كجره إيه فضلك كجره إيه حسناتك كجره صلاة الصبح آذانك قدام بيمركو دعائي أقنك آذانك أقنك إنت أدحيصو لبدا الرقع لقفك أتوكانيو النبي حكوت المام عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وحكا خير بدنت أدونك إيه وحا الضل صار إيه وحا قصو قنبا إيه لبدا الرقعك خير بدنت والله برقع بس ما قرني ساي أو صنعة أو صلاة الفجر أنت اللي جلين أذانك أخيك أنت ولا حس عجيب حتى واحد نصوص الصغن قفك وقت جا صلاة الفجر هدوتك هدو وقفك إرزاق دي سؤود ضيده الله سبحانه وتعالى وإرزاقيه رزق ونكسبه الله سبحانه وتعالى كإرزاقيه والصلاة الله سبحانه وتعالى قفك فضل بدن وقصيني حتى قفك مركو تكده إلا قرحة يكسب بحضه هادو قفك مساجتي سوكو صغناده وأذكارتي سي قرآن كي سي إسكا سي أخرستو إلا صلاة الفجر يكسو بحضو أرتو السيدة دابا صلاة الفجر دابا ديت سنة ما جرتو سنة وحا أوسو كيسو صلاة ليرا سنة صلاة الإشراق ومركا قرآن لسو بحضو صلاة الفجر إي صلاة عصير قداشو دا سنة لمتو كدو لأن محايا لي علماء دو حيليين وقتي هذا سوى وقتي قرحة صوب عربته صلاة عصير ووقتي قرحة سيد عيسو ضد وحاجر مركا قرحة عبده ضد قرحة عبده جرا وطه يا مركا صوب عيسو إلهنا صوبها أو سجوده
markay si dhiceysane dad dhahay waxa jiro ilaahayna tagayo oo u sii sujuudayo marka qofka waxa fiican qoraxda markay si fiican u dhacdo waqtigaas inuu tukado sidoo kale qoraxda mar alaal markay si fiican u soo baxdo qofka markaa inuu tukado salaatul ishraaq qoraxda markaa waxa isku dhigayo ibliis isku dhigayo markaas wuxuu leeyahay qoomkaas marka qoraxda u sujuuday wuxuu leeyahay ana ii sujuudayaan subhanallah marka saa daradeed walaalayaal salaadaha si u wada dhan yihiin ba allah subhanahu wa ta'ala nagu waajibiyeelay nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man aqaama asalaah faqad aqaama addiin qofka salaada oogo diintii ayuu oogay qofka salaada dayacane bimacnaa lianna islaamka nebigu markuu salaada tilmaamay wuxuu ku tilmaamay bunya alislaamu calaa khams islaamka shan tiira lagu dhisay bimacnaa tiirkii qofkii tiirishii wuu soo dumiyey man aqaamaha faqad aqaama addiin qofkii oogo salaada diintii ayuu oogay waman tarakaa faqad hadama addiin qofka salaada ka tagana diintii ayuu jebiyey uu buriyey bimacnaa ka dhiganta subxaanallah marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay mar kasto salaadaha inaan ku dadaalno ilaahay farajkaada kuu furayaa khaasatan maalmahan jumco oo kale qof waxaa loo baahan inuu dikriga badiyo salliga nebiga badiyo khaasatan saacad waxaa ku jirta mustajaaba ah wixii bacda alcasr ka dambeeya maalinta jumcaha marka maalmahaasoo kale inaa aad iyo aad u duceysano waa ogtihiin adduunkiina qof walbo lambaraa kaa qaldan qof lambar u toosiya ma jirto qof walbo waa un lambar sagaal qofka lambarka kuu toosin karo ama kuu qumin karane waa allah jala jalaalu allah jala jalaalu saa daraaddeed marka mar kasta inaan gacmaha kor u qaadno khaasatan saacadaha mustajaabada inaa allah u duceysano ilaahayow qofka naga xanuunsan noo caafi ilaahay qof kasta wax sii u ziyaadi ilaahay muraadkaasaa leeyahay ilaah muraadkaasaa leeyahay muraadkaada qof dibadda joogana ma qumin karo qof dal joogana ma qumin karo laan dheernima kuma qumin kartid suldaani nabadoon iyo garaadkiina ma qumin karaan ma garanaysaa madaxweyne kuuma qumin karo wasiir kuuma qumin karo muraadkaada qofka kuu toosin karo waa allah jala jalaalu allah bisa muraadkaada kuu qumin karo wax kastana xaggiisay ka yimaadaan wa cindahu mafaatixu lgayb laa yaclamuha ilaa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عجيب عنده مفاتيح الغيب مفاتيح ده غيب كدنبا الله أصغاها لا يعلمها إلا هو عد أقمك جرت أصغم وياني ويعلم ما في البر والبحر بض وحكو سوغن ألا أهو بر وحكو سوغن ألا أهو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها warqad ma dhacdo ilaa allah subxaanahu wa tacaala wuu la socdaa tan qoyan iyo tan qalalan walaa xabatin fii dulumaati alard walaa radbin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin tan habeenka dhaceyso caleynta qoyan caleynta qalalan fii kitaabin mubiin aan ku hayna allah subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ilaa hu khaaliq bilaa xaaja raasiq bilaa mu'ana mumiitun bilaa makhaafa baa'ithun bilaa mashaqa jala jalaalu hadduu doonayo inuu ku dilo ciduu kaaga baqay ma jirto ilaah wuxuu leeyay soo saaristiina iyo abuuritaankiina hal nafee nagu taha maa khalqukum walaa bacdukum ilaa ka nafsin waaxida hal naf oo kale inagu tuo allah subxaanahu wa tacaala uu leeyay yaa qadiim wey qadiimun bila ibtidaa wax hadda bilowda ma qadiim buu ah allah allah bimacnaa marka laga hadlayo waa qadiim allah subxaanahu wa tacaala horay ayuu u jiray wax hadda bilowda maaha daa'im wey weligiis wuu jiraya bilantiha meelu ku dhamaada mare ashyaadan oo dhan adduunka yaala noo wada muuqato dhan waqti ay soo baxeen ay leeyihin waqti exbar ay dhacayaan way leeyihin laakiin allah waa daa'im annaga kullu man calayha faan wax ma jiraan adduunka ilaa waa dhammaanayaan wayabqaa wajhu rabbik allah keliya haraya wax kasta waa dhammaanayaan laa yafni walaa yabiid walaa yakuunu ilaa maa yuriid wax adiga doonaysa ma ahaanayaan mar kasta waxa wax ahaanayo oo sugnaanayo oo noqonayo oo way noqonayaan laleeyahay wuxuu allah doono bese wey laa tablughu lawhaam walaa tudriku lafaam walaa yushbihu lanaam kulli waa seexanaynaa laakiin isagu waa xayun laa yamuut qayuumun laa yanaam allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum yaa wuu taagan yahay laa yanaam ma seexanayo
لا تأخذوا سنة جيف إسكدا حتى قمشة ما غلط لا تأخذوا سنة ولا نوم يا يا خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة وكو أبوري وكو إرزاق وكو ماما نشيغانا بلي آدن كتنول وحي كسيان وكو ماما نشيغانا وحسن كسي أنا معنى كاكو قبطي لكن رازق بلا مؤنة وكو إرزاق وكو ماما نشيغانا مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته وكما كان بصفاته أزلية ليس بعد الخلق الخلق استفاد اسم الباري ولا بإحداث البرية استفاد اسم الخالق له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق بالآدم كأنه وضع مخلوق خالق والله جل جلاله لا ينفع ولا يضر بالآدم وهم نباته وحنا ما أنفعه حد أسقوطة جنب بالآدم كنبا النبي وحليه وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء بلآدك لنا دي أسكت تغان إني وحقوه أنفعان لم ينفعوك وما أنفعك ران إلا بشيء قد كتبه الله لك إلا شيء الله وقربه يعني بلآدك لنا دي أسكت تغان وقو أنفعين وحباك أنفعين وقو قبانين وقو قبانين وقو قبانين وقو قبانين ما تدركوها يعني حباك وما قبان كران إلا الله وحقوه أنفعه يعني وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء بلآدك لنا دي أسكت تغان إني أذيك قرباتيان لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه وحوس إليك وقرمه وحكلك ومرباتين كرام حي لي رفعة الأقلام وجفة الصحف وحكست وقري وحكست الله سبحانه وتعالى وقري تاس إنا يقين سنة لبعي وقلبي جينا قشر قلبي وحالي ري وإنو كوين هذا الله جل جلاله بس ما جعل الله لرجل من قلبين قفك لبا قلبي ما يلنكره هل قلبي بس حبي وحب الدنيا لا يثبت في قلب المؤمن عما لا يثبت الماء والنار في إناء واحد بيدب من مكوكول مكران الله وحولي هاي إنا أنيغا إجعلاتت إنا ترادد قلبي يعني إله كوي إنا ترادد أما قلبي الدنيا يبخار بانجي وحكو جرامات كوي إنا ترادد ميلكو موضا كل مكران سي بيدب ميلوغو كل مكران يا محايل قلبك محل كيسة يعني وحو إخلاصك محل كيسة وقلبك وحكس توقفك قبانيو إن وقبت إله سبحانه وتعالى درتيس لبعين وعبا قبانيسة وقبا الله سبحانه وتعالى درتيس حسناتك الله سبحانه وتعالى كقدون قلبك الله سبحانه وتعالى كوينادو قلبك بس الله سبحانه وتعالى طال عنها ما الكلمة طال عنها الله سبحانه وتعالى قلوبت بس يو الله سبحانه وتعالى طال عنها قيامة مركي لتغو الله سبحانه وتعالى وحليه يوم ومال لا ينفع مال ولا بنون المها ادون كفانيس يا خولا كفانيس اسكو فردامينيس وحصدمك انفعيان وحكو انفعي كلي وحويان قف الله سبحانه وتعالى قيامها الله ارتقه قلب السليم او كان نبد قد حقدي يا حاسين نما يا قرون يا شرك يا بلاء وحصدمك نبد قلي مركا قلب السليم لا لو باهي مركا ولا ليال وحد بودا ان اكو ديرادي مهمه وحتا ولا ليال الصلاهها ان الىلنا خاصة صلاة الفجر مركات أفرصته مساجدة صلاة هكذا أنا لو بحملك قلت كتميليس عند الله كن صلاة الفجر وحركة سهل صفوين بمعنى واحد أكتهي إن شيطانك وقفك حوك ساري إن صلاة الفجر وقعه مركز صلاة الفجر إن شاء الله وأن إلى لنه بإذن الله تبارك وتعالى سوء الله سبحانه وتعالى أنا غنه نو إلى ليه أعماش والنبي نوشي أحب الأعمال إلى الله ما شاء الله وجع لي وحوي الصلاة على وقتها صلاة ووقت جيد لغو إلالي وعملك إله وجع لي هذا ما أنت أذى إداوانا يو هذي لغو إلالي مدحوين فرماجة مدحوين شريف محمد مدحوين الشيخ حسن هذا ما ضحنا بس كده حتى بقى وزير وزير حتى بس كده مدي راح واقع مال أو بنك إسكالية بس كده حتى كاس بالدكان له حتى دكولة برا أذى بلي آدم كوين أذى سلاد وحبا كهليسة ما تنو حد كوين نساء بلنك او بلن ما تقانيد يا صومالي بلن ما يقعوك لكن بلنك الله كوين بلنك استوحى كوين بلنك الله سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الى اوله صلاه ووقتي سنت وقتي دانك الى المسو الله سبحانه وتعالى نو حفظيو الى سبحانه وتعالى وحن كبرينا انه الله سبحانه وتعالى نهل السيو شر شدا الله سبحانه وتعالى نغا قبطو قف كستو نغا حنونسن الله نو عافيو قف كستو عافيمد الى سي الله وزياديو الى سبحانه وتعالى شياطين تها نغا قبطان او صلاه خاصه صلاه الصبح وردد نغريده
يا المنافقين تمرك اللي جه اللي صفات كذا وحكم ده هاي يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصلاة يا أيقو عاجز صلاة وقع تعبان محوتة إذا أذان كان هو صفات نوع عسكري لأن قطروا قطر عظيم والله خطر عظيم حتى كعيان حتى سجار إلى القرآن كل شيء يراؤون الناس ذاتك استطوسيا ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكر ودن ويريه مركز هذا رادد وحكستوا قبرنا سجوني قل كذا أو قضاء سجوني إله ودعاء سجوني إله وصفاتك إلى له ما قرأت استوصي كان غن ذاتك أنت بدنا هذا هبل مساجك مي مالية هبل ومقي هي هبل إنه كأجر بدنا على جيبه ميلو كنت كذا حتى ورك ما حقبه وما يزيد بقى ما قرأت مركز هذا رادد بالآدنك إلهني يا لودن بابين ذاتك أسقف الله معها قف والبو إخلاص كيس اعترب بدن قف والبو حاوى أصقى قلبي جيس إله أسود أقبسة مرك أن أسكد عينه بالآدك إلهنا أود عينه الله سبحانه وتعالى وحنكبرينا خيراتك إنه الله سبحانه وتعالى نوافجي دم بوالدين تينا الله سبحانه وتعالى هدافه ولكن بع الله إن جعل وإلهي ترتسي إن جعل إلهنا كون داري خيراتك أن سيدانينه حدا سيشير قرين واسي أو والله خيراتك لسي جعلان واسي او منكر كي يو قرن كي نما غرنسا اساس لو ودا فافينيو تاسي جوابتي ادا بخين كرو ادا نفهمي كرو مركا خيرك ولا لا لا وداغنو الله يدين بركيو حياكم الله ورعاكم الله الى دتي سيدين جعلان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.